مرحبا. فيديو اليوم مميز لأنني أتحدث فيه عن قصيدة رائعة سمعتها لأول مرة أيام الصبا هنا في هذا المكان في قرية عين حلاقيم في سوريا، مصياف ريف حما الجميل. هذه القصيدة هي أغدا ألقاك، قصيدة من أجمل قصائد الغزل وأغنية من أعذب أغاني الحب للسيدة أم كلثوم. كتبها الشاعر السوداني الجميل الهادي آدم ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. الأغنية التي كنت مفتونة بها كما كل أقراني في أيام الصبا، الأغنية التي تصور قلق العاشق اللذيذ الذي يتراوح بين الشوق المحموم وهيبة اللقاء وأحاسيس الحب الممزوج برهبة اللقاء مع المعشوق. أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد، آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كان الهادي آدم شابا من جملة الشباب السودانيين الذين توجهوا إلى مصر لاستكمال تعليمهم الجامعي أواخر أربعينيات القرن الماضي، وكان شاعرا فتيا ممهورا برقة أهلنا في السودان وطيبة قلوبهم، معروفا في وسطه شغوفا بالكلمة. تخرج من دار العلوم في مصر وحصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها. أثناء إقامته في مصر أحب زميلته في الجامعة وأحبته فتقدم لخطبتها، ولكن أهلها رفضوا تزويجه لأنهم لا يريدون أن ترحل ابنتهم بعيدا عنهم إلى السودان. ترك الشاعر المرهف قلبه في القاهرة وعاد أدراجه إلى السودان ممتلئا بالحزن ليعمل في التدريس. وبعد مدة جاءته بشرى من الحبيبة تخبره بأن أهلها وافقوا على هذا الزواج. لم ينم الشاعر ليلتها متأهبا للقاء حبيبته، حائرا كيف سيلقاها، وجلس يساهر الليل بانتظار الصباح، وانسكب قلمه يترجم شوقه وحبه وعطش روحه للقاء الغد، فكتب قصيدة بعنوان الغد أواخر العام 1948، وبقيت قصيدة الغد غافية في ديوان كوخ الأشواق للهادي آدم إلى أن لحنها العظيم محمد عبد الوهاب بعد نكسة حزيران عام 1967. بعد النكسة بدأت السيدة أم كلثوم بإقامة حفلات يعود ريعها للمجهود الحربي الذي كان جزءا من مشروعها للم الشمل العربي وكنوع من التكريم للعواصم العربية التي تذهب إليها. كانت تختار شاعرا من البلد وتغني له أحد قصائده، فغنت لجورج جرداق من لبنان رائعته هذه ليلتي، ولنزار قباني من سوريا أصبح عندي الآن بندقية. وبعد حفل كبير في السودان استقبلت فيه السيدة أم كلثوم بحفاوة عالية من أهل السودان، قررت أن ترد جميل هذا الاستقبال الحافل والحار لشعب السودان العظيم بأن تغني أغنية من كلمات شاعر سوداني، فكلفت صديقها ومستشارها الشاعر صالح جودب بمهمة ترشيح قصائد لشعراء سودانيين. طاف صالح جودب في مكتبات القاهرة جميعها بحثاً عن كتب وأشعار الشعراء السودانيين المعاصرين، فتجمعت لديه 7 دواوين ل7 شعراء، درسها ومحصها واختار من كل ديوان قصيدة تتواثر فيها الذائقة الغنائية، وقدم القصائد 7 إلى كوكب الشرق، وكان من بين القصائد قصيدة الغد للشاعر الهادي آدم. قرأت الست القصيدة فأبدت إعجابها الشديد بها وطلبت لقاء صاحب القصيدة. في ضيافة أم كلثوم وبحضور الموسيقار محمد عبد الوهاب قرأ الهادي آدم القصيدة مرات ومرات مع إجراء بعض التعديلات من هنا وهناك كحذف بعض الأبيات وإضافة أبيات أخرى لتناسب الست، وتغيير اسم القصيدة نفسها من الغد إلى أغدا ألقاك.
حفظت القصيدة التي أصبحت جاهزة للغناء في الأدراج لأكثر من سنة بسبب رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، ثم تعرض الست أم كلثوم لوعكة صحية. رأت الأغنية النور في الخميس الأول من شهر أيار عام 1971 عندما صدحت بها السيدة أم كلثوم مدوية على مسرح قصر النيل في مصر ليسمعها العرب، كل العرب من المحيط إلى الخليج. فرح الهادي آدم بغناء أم كلثوم لقصيدته الرائعة، إلا أنه خشي أن يختصر هذا العمل جل تاريخه الأدبي فلا يذكر الناس قصائده الأخرى. وحين سئل إن كانت أغدا ألقاك أجمل ما كتب، أجاب لا، ولكنه كان يسمي هذه القصيدة بالمحظوظة، لأن السيدة أم كلثوم صدحت بأبياتها بصوتها الرائع، ولأن الغيرة المهنية أيضا دفعت الملحن العظيم محمد عبد الوهاب للاهتمام بهذه القصيدة بشكل استثنائي، فسكب بعضا من روحه في ألحانها لعله يتفوق على الصنباطي الذي أذهله كما أذهل العالم العربي باللحن العبقري للأطلال. قال الهادي آدم: أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد، آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهابا، وأهلت فرحة القرب به حين استجابا، هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا، أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني، آه من فرحة أحلامي ومن خوف ظنوني، كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء، يا رجائي أنا كم عذبني طول الرجاء، أنا لولا أنت لم أحفل بمن راح وجاء، أنا أحيا لغدي الآن بأحلام اللقاء، فأتي أو لا تأتي أو فافعل بقلبي ما تشاء، هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر، هذه الدنيا عيون أنت فيها البصر، هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر، فارحم القلب الذي يصبو إليك فغدا تملكه بين يديك، وغدا تأتلف الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأس على ماض تولى، وغدا نسهو فلا نعرف للغيب محلا، وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا، قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى. كانت هذه قصة هذه الأغنية الجميلة والقصيدة الرائعة. دمتم بخير وحب وفرح، ألقاكم قريبا، إلى اللقاء.